يبدو أن واشنطن تسعى للعودة بكامل ثقلها في حل الأزمة السورية، وعلى ذلك ما بدا واضحا في التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري، والتي جاءت بصيغة التهديد هذه المرة، حيث أعطى مهلة حتى منتصف الشهر الجاري لتشكيل اللجنة الدستورية، وإلا فستنهي بلادها مساري أستانا وسوتشي. حددنا مهلة لتشكيل اللجنة الدستورية وتقرير ستيفان دي مستورا في مجلس الأمن في 14 من هذا الشهر، سيكون فاصلا، ففي حال فشله ستتم العودة إلى الأمم المتحدة. وتؤيد المعارضة السورية الدور الأمريكي بشدة، لا سيما بعد غيابه لفترة طويلة، ما أصاب الحل السلمي بالجمود بعد أن ظل يترنح بين النظام وحلفائها، إلا أن المعارضة لديها مخاوف، وتتهم المعارضة النظام وحلفائها بالمماطلة وعدم السعي جديا لحل سلمي ينهي أزمة قتلت وغيبت وشردت الآلاف على مدى 8 سنوات. لا شك أن المعارضة السورية تبدي تفاؤلا كبيرا بعودة الدور الأمريكي لمسار الحل السلمي في سوريا، لكنها في الوقت ذاته لا تخفي تخوفها من تراجع هذا الدور أو حتى عدم التزام واشنطن بوعودها إزاء الحل السلمي السوري. حنان عميق الإخبارية من على الحدود السورية التركية.